قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، ما رأي حضرتكم ورأي العلم فيما توصلوا لي بخصوص النوم على الجانب الأيمن وما له من أثر على صحة القلب؟ دراسات كثيرة الحقيقة أجريت على موضوع النوم، هل هو على الجانب الأيسر أم الأيمن أم الاستلقاء على الظهر. ولكن أود أن أشير إلى دراسة أجريت على مرضى القلب، يعني الدراسات قليلة في هذا المجال للأسف. ولكن هذه الدراسة أجريت على مرضى القلب ووجدوا أن النوم على الجانب الأيمن أفضل لسلامة عمل القلب. لماذا؟ سبحان الله. لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلق قلبه على الجانب الأيسر، وبالتالي عندما تنام على الجانب الأيمن يصبح القلب من الأعلى، يصبح مرتاحا، لا يوجد ضغط عليه، بعكس نومك على الجانب الأيسر. إذا نمت على الجانب الأيسر هناك ضغط، يعني أعضاء الجسد وطريقة هندسة، نعم، طريقة هندسة بناء هذا الصدر سبحان الله، وتوضع القلب في هذا المكان، في جوف الإنسان في هذا المكان على اليسار، صحية من الناحية الصحية والطبية لمرضى القلب أن ينام على جنبه الأيمن. وبالتالي نحن إذا أردنا أن نأخذ هذه الدراسة كمقياس يمكن أن نقول إذا أوى أحدكم إلى النوم فالأفضل أن ينام على الجانب الأيمن. لماذا؟ لأن القلب يكون مرتاحا في عمله، لأن القلب كما تعلم هو الجهاز الذي يبقى ينبض باستمرار منذ أن يكون عمر الجنين شهرا تقريبا وربما أقل إلى أن يموت. يعني القلب ينبض مليارات المرات عبر حياة الإنسان ولا يتوقف، يتوقف فقط أثناء الموت، إذا توقف يموت الإنسان. وبالتالي العضو الأهم في جسد الإنسان هو القلب، هو أهم عضو يجب أن نحافظ عليه. ونحن نعلم في دولة مثل الولايات المتحدة التي فيها إحصائيات دقيقة أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة هناك. النوبة القلبية والموت المفاجئ وأمراض القلب هو السبب الأول للوفاة في أمريكا. إذن أنت عندما تريد أن تحافظ على هذا القلب وتريد لقلبك أن يعمل بنظام وهو مرتاح، لا تنسى أننا ننام ثلث عمرنا نقضيه في النوم، فعليك أن تنام على الجانب الأيمن. دكتور، هل سبق القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا التوجه؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، يحب اليمين، والقرآن الكريم أكد هذا المعنى يوم القيامة عندما نجد أن أناس يتلقى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، يفرح لأنه كتابه أعمال حسنة يقوده إلى الجنة. بينما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية، أتمنى أن يموت ويقضى عليه نهائيا لأن أعماله سوداء لا يود أن يطلع عليها أحد، يريد أن يخبئ هذه الأعمال. إذن القرآن الكريم أكد أن اليمين هو الأفضل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمر يا غلام كل بيمينك، مسألة التيمن. التيمن، وكان عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة إذا أراد أحدهم أن يتوجه إلى النوم أن يتوضأ ثم
يتكئ على شقه الأيمن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق النبي وشمائله وسلوكه، كان ينام على شقه الأيمن وكان يختم يومه بدعاء كل يوم آخر شيء: اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان يختم يومه بهذا الدعاء وهو متكئ على يعني مستلقي على يعني ما نتحدث عنه اليوم دكتور هو ما تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من 1400 عام، وما تحدث عنه القرآن نعم وما أمرنا به صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور عبد الدائم، بارك الله بكم وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوان، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى.